مرحبا بكم. مرحبا بكم، شرفتونا اليوم بالندوة الصحفية الخاصة بقناة ميوزيكانا تي في. ميوزيكانا تي في هي أول قناة، هي أول قناة تونسية خاصة بالموسيقى، واللي توا قناة تبث أون إكسكلوسيفيتي على القمر الإماراتي يحسن. اخترنا القمر الصناعي يحسن على خاطر هو ساتليت يحسن، هو ساتليت جديد تحل في 2011 وحمتو. معناتها باش نعطيكم صغيرة على الشيء نتاعنا اللي هي بديت الفكرة في موسم الثورة تاع 14/11. جاتني الفكرة، قلت في الثورة، معناتها في بريد الثورة، بما أنه نعرف فما أحداث سياسة يعني بوليتيك وكل شيء، قلت علاش ليه ما عملش قناة تونسية خاصة بالموسيقى. معناتها ذاتس كلز أونتر نو، معناتها بعد برشا قنوات يحكيو على السياسة وكل شيء، قلنا علاش ليه ما نعملوش قناة تونسية خاصة بالموسيقى. بديت المشروع في 2012، وبعد في أواخر 2012، وبعد في 14 جانفي 2013 بديت لانسمون على الانترنت عبر اليوتيوب. وبعد 2014 عملنا بث تشريبي على النينسات، عملنا بث تشريبي على النينسات لمدة 3 أيام. بعد حاولت بقدر المستطاع باش نعمل بث، باش نصير نكمل البث وكل شيء. عندنا التزامات خاصة على السبونسور إلى آخره. اخترت عندي حساب على خاطر أول حاجة عملنا شراكة، اتفاقية شراكة مع قبر مع جمعية تراثنا اللي رئيسها سي عمتين بالحارث، واللي حاضر معنا كاتب عام جمعية تراثنا سي فؤاد، اللي مش حكينا أكثر تفاصيل على جمعية تراثنا وكيفية اتفاقية الشراكة على جمعية تراثنا بين جمعية تراثنا وقناة موسيكانا. وبعد شوي عندي مفاجآت مفاجآت مميزة لكم وللمتفرجين اللي قاعدين يتابعوا فينا توا في الشيء نتاعنا. باش نعطي كلمة لسفويات، كل كلمة على جمعية غزة والاتفاقية على الموسيقى. مرحبا بيك فؤاد الزاني، كاتب عام جمعية تراثنا. الاتفاقية نتاع الشراكة اللي صارت ما بين قناة موزيكانا وجمعية تراثنا، يقول قايل علاش الشراكة هذيا؟ احنا ممنين بالقناة هذيا، وزيد جمعية تراثنا ماذا بينا نخرجوا باللباس التونسي معناتها برا، ماذا بينا نخرجوا بكل ما هو تراث تونسي البركة سوار الخليج ولا العام البلدان، نحاولوا معناتها باش نكونوا حاضرين. سيرتو القناة توا إن شاء الله تبدا تتعرف وفيها الفن التونسي والغناء التونسي اللي هو يمثل معناتها الهوية نتاعنا، فهمتني؟ هذاك علاش احنا معناتها كنا أقرب وكنا معناتها معناتها استجبنا للهذا كمال، واحنا معناتها في كيفاش نقولوها مع بعضنا ان شاء الله نحاول ننشروا القناه هذيا وفايد تونس وفايد الفنانين نتاع تونس، فهمتني؟ ومعاهم اللي بس تونسي. بما انه 70 تراث كل ما هو تراث لا مادي، ملي بس تقليدي من فنون، من فن تونسي، من امثال شعبيه، كل ما يمثل الهويه التونسيه. ان شاء الله نحاولوا نعرفوا به من خلال القناه نتاعكم. واضح كما 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 نعرفوا انه التعاون واتفاقيه الشراكه بين جمعيه تراثنا وبين قناه موزيكانا تي في
هي شركة بما انه فن تونسي تراث تونسي وغنيو على الجو التونسي الى غير ذلك. كل ما هو تراث لا مادي تونسي نحاولوا باش نعرفوا كيف صناعات تقليدية بالطبيعة والحرفيين والمدينة وكجو بتاعنا التونسي اللي هكا بدينا تقول انت فما برشا حاجات اللي فقدناهم نحاولوا نرجعوهم ونرجعوا لهم الروح. والحمد لله معناتها نقول لك خدمنا توا مده عامين التالي خدمنا على الفن الصوفي النسائي اللي احنا نقولوا له التيجانيه. بعد توا ما فماش حمام نتاع عروسه ما تخرجش للتيجانيه. وها اخونا وليد فهمتني حاضر هذه رجوع التيجانيه مثلا للعروسات نتاعنا بفضل ربي سبحانه وتعالى ثم جمعية تراثنا اللي خرجتها من فهمتني سفاسر ولا اي السفسيري زاد توا ما فماش فلان ما فماش الوتلا زاد الخب بالضبط معناتها هذا الكل شوف احنا خويا هذيك تونس ونحاولوا باش نرجعوها كما كانت ونحاولوا نعيشوا الزمن الجميل ولو حتى في معناتها في الافراح نتاعنا على الاقل نبداو بالافراح نتاعنا نبداو توا علاش قلت لك انا الشراكه بين قناه موسيكارا وقناه تراثنا راهي عندها اهداف ماهيش هكاك معناتها ماهيش اختيبه طيبه نحاولوا باش نعرفوا باللباس التونسي نحاولوا باش نعرفوا بالاكله التونسيه نحاولوا باش نعرفوا بالفن التونسي معناتها كل ما هو تراث التونسي اللي هو معناتها موجود هنا في تونس برك نحاول نعرفوا به برا وقت تشوفوا في المغرب مثال المغرب مثال فهمتني ان شاء الله نوصلوا للدرجه نتاع المغرب فهمتني في تعريف التراث نتاعنا وباللبسه نتاعنا وفهمتني اللبسه نتاعنا راهي الي بلو نوبل كو اللبسه نتاع المغرب معناتها لو كان نشوف الجبه نتاعنا راهي عندها شارم وعندها ديزاين اللي مام حتى الملك نتاع المغرب تحدث عليها وعمل كسوه كامله تونسيه من فرمله وبدعيه ومعاهم الجبه معناتها وهذا الكل يرجع لجدودنا الله يرحمهم. الله يرحمهم وشكرا شكرا ليك سي فريد. حبيت نقول انه كنا كانت السيدة عائشة قضية موسيكارا عملت تغطية لخرجة تونسية في مارس عملت تغطية وركبناها في قضية موسيكارا بمعنى عملنا عملية تعاون اتفاقية شراكة والحمد لله ان شاء الله إلى أفق جمعية تراثنا وان شاء الله علاش لي بعد علاش لي فم مناسبات أخرى ولا حاجة تجي بعدين إلى غيرك. فورماسيون تعريف بالخبر الجهسات كما تشوفوا يهزات هو أول قمر صناعي إماراتي تم إطلاقه من قبل شركة مبادرة زراعة الاستثمارية للحكومة أبو ظبي بتكلفة إجمالية تبلغ 6 مليارات درهم إماراتي. من المقرر أن يبدأ القمر بالعمل على مرحلتين الأولى في النصف الثاني في العام 2010 والثانية خلال العام 2011 وسيقوم القمر بتغطية مناطق إفريقية وشبه القارة والقارة الهندية إضافة إلى منطقة الخليج العربي، كما سيتمكن من نقل مباشرة من أوروبا إلى هذه المناطق دون حاجة إلى قمر صناعي آخر يربط بينهما كما هو الحال اليوم، ومن المتوقع أن يستخدم العديد من القنوات الفضائية بما فيها القنوات الهندية والقنوات الناطقة باللغة الأردنية. هذا حسب هذا من المعلومات معلومات أولية للجهازات الاختناء من التو. باش نحكيو على موسيكارا. موسيكارا تي في هي انطلقت قناة البث برامجها كيف قلت لكم عبر القمر الصناعي للجهازات الإمارات بشانفي 2017 ومن خلال بث نشيبي لمدة شهر سي كاتوي وبعد شهر مارس عملنا اتفاقية شراكة بين قناة موسيكانا وبين جمعية تراثنا تحت رئيس الجمعية السيد سين عبيتين بالحارث. نرسلو التحية. تحية لسين. تحية لسين.
تعريف الموسيقى. الموسيقى تي في هي أول قناة تونسية خاصة في الموسيقى، تلقت عبر الإنترنت كما قلت لكم يوم 14 جامعة 2013 على اليوتيوب، تبث برامج خاصة ثقافية على الإنترنت كما إيميسيون بورتريه باي موسيقانا، زوم على الميديا وحكي عليها الكلام، اللي حكي عليها الكلام هي برنامج اجتماعي برامج أخرى. بالنسبة على زوم على الميديا، باش نحكي عليها بيان بول بن حكيم، زوم على الميديا هي إيميسيون نمشيو تلفاز تونسية بين مثلا الوطنية ولا موزايك ولا الشمس ولا جورة ولا حاجة. تصوير كواليس قناة أو تصوير كواليس الإذاعة. عملنا حلقة الأولى عملنا تصوير كواليس شمس اف ام، عملنا كواليس تصوير بتاع شمس اف ام، وبعد عملنا كواليس تصوير بتاع برنامج كوجينا لو كونكور اللي تمثلت على القناة التونسية اللي عندها الحوار التونسي اللي مع سهيل لطيف واللي حضرنا في لوتيك. حضرنا في لوتيك عملنا مركبة للكوجينا لو كونكور، وإن شاء الله نستمر كواليس بين قنوات أخرى إن شاء الله. باه لا نعم نشكرها. باه اوكي. طبعا نحكيو على السي بي ال. السي بي ال هي الشركة كما قلت لكم، هي الشركة اللبنانية، الشركة اللبنانية عندنا مسجلة في غانا، فهمتني؟ تشوفوا الكتيبة كيف عاملين شركتين، هذه هي شفت لوجو تاع السي بي ال. لا قبل طيب لا كيف عاملين هذيك قبل وسيد هذيك سيميك ما عرفتش واش نحكي عليها ولا طيب. سي بي ال هي شركة لبنانية مقرها الأساسي في غانا وفروعها في لبنان قطر ولندن وفلوريدا وفي ولايات متحدة المملوكة بالشيخ أحمد بن طلال والشيخ عيسى السويدي وريان عصير وإبن نوين راي معناتها أما كتير بعد انتهاء الشراكة بين جمعية تلاتة تتواصل القناة مع شركة هذي شركة سي بي ال اللي هي عندها باش تكون عندها في على الساتليت ياسر 108 قناة، 108 قناة باش تكون على الساتليت هذاك بما فيها نبدلو ان تي في نتورك جو نتورك ان تي في نتورك جو نتورك نايس فور برشا قنوات اخرى كما قلت ان تي في نتورك ان تي في سبورت كو نتورك والعرب نتورك هناك محطات فضائيه لبنانيه وسعوديه ومصريه وشبكتين عالميتين احداها استراليه والثانيه امريكيه. هذا هو بالنسبه لها بالنسبه لشركه سي بي اي اللي باش نعمل التعامل معاهم ان شاء الله عن قريب. سليمان كاستي سيمين كاسي كما قلت لكم انه هو اول موقع تونسي تبث عبر الانترنت كل قنوات تونسية تلقى سيمين كاسي تلقى الوطني تلقى حنبال تلقى ام تونيس تلقى برشا قنوات اخرى اخذ سيمين كاسي باش تتذاق بدايه من ديو قناة ميسيكانا تي في عبر ستريمينغ كاستي الموجودة في السيت ستريمينغ تخاطب بالفيل بوان ستريمينغ كاستي بوان تي ان او ميم تان باش تكون متوفرة عبر لابليكاسيون اندرويد اللي هي لابليكاسيون سمارت فون جوجل بلاي وعلى بلاي ستور اللي هي ستريمينغ اس تي. ان شاء الله مبروك علينا بالنسبة لهذا وحتمنينا انه برشا اعلاميين برشا صحفيين باش يشجعوا هذه القناه الفرديه وان شاء الله على اجتماع عن قريبا نعملوا حفله مشتركه بين جمعيه تراثنا وبين القطر الاماراتي يحسن
عمل بوست حفله 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 شارك لخيانه يريد ان شاء الله. هل هو بس دوام ما نعرفش كان عندكم شي اسئله سؤال وليد ولا شيء؟ نقول ان شاء الله بالبركه ومشروع جديد هذا ان شاء الله يكون بالخير على تونس وعلى الفنانين تونس بالنيابه عليهم. انا كفنان شاب ونقول هكا موزيكانا مازلنا فكره طيبه اللي قلت نشوفوها على ستريمينغ او بيان سور التليفون ابليكاسيون مش عارف انا فهمت البعض وشوف المعطيات كيفاش. انا حبيت نقول نقول حاجه معناها انا ما نعرفش انا ما عنديش ما عندي اقتراح لازم تكون عند معناها شراكه مع جماعه معناها مع تراثنا هكا لازم نكون نعمل شراكه زاده مع دي راديو في تونس عندهم انا شفت شويه هكا وانت تعرف عندهم دي فاريتي حلوين برشا عندهم فنانين يتصلوا بهم مغمورين لكن نجموا انه ناخذوا منهم ونعطيه لهم معناها هذا كل بوب للمطربين والمطربين المغاربيين كل معناها فهمتني باش كانت تونس بركة اللي ما نجموش يوصلوا صوتهم ولا يوصلوا اغنيتهم اي معنى قناه اخرى ولا اي راديو ولا حاجه فهمتني. ما شاء الله يعطيك الصحه وليد ذكرني بهذا حضرت على الشركه تاع الراديو اللي خليتك سمعت صحه بركه. عملنا مفاجأة اللي كلمنا شوالا اف ام كلمنا شوالا اف ام في السوسة قلنا لهم باش نعمل لكم بث مباشر قناة مع شراكة بين شوالا اف ام وموسيكانا تي في. عملنا عندهم بما انه هم عندهم ويب كام على قناة الدرين احنا عملنا ديفيزيون بث مباشر للجمهور اف ام وبث موحد بين موزيكانا وبين جمهور اف ام حتى تحيي زملائنا جمهور اف ام اللي هما اعلنوا قبل من خلال برنامج كوم تيك اللي وليد بسبيس على الاعلان القمر الصناعي يحصل كيف محمد رضا بالضبط نشكر لهم تحيه أعلنوا على القمر الصناعي يا سيد خسرتوه على وليد بسبيس وقت سمعت برنامج تاعو دوم تيك اللي قال على القمر الصناعي هذا يا سيد اللي هو موجود في شمال افريقيا اللي خاي هيري. قلنا علاش ليه نتواصلوا قلنا كلامنا وليد كلام جولة اف ام قلنا علاش ليه ما نعملوش بث مباشر وبث موحد بين موزيكانا وبين جولة اف ام هذيك عملنا بث تجريبي في جانفي قبل ما تجي شراكه بين جمعيه تراثنا وبين موزيكانا عملنا بث تجريبي من خلال بث تجريبي هذيك وليد بسبيس اعلن انه قناه موزيكانا بث موحد بين موزيكانا وجمعنا افلام محطوط الداله في عبر صفحه فيسبوك خاصه بالموزيكانا وقت هما فرحانين وهي هذيك وقتها اول بث مباشر حطيناه على فيسبوك اول بث مباشر وموحد بين الجوله اف ام وبين موزيكانا وان شاء الله اذاعات اخرين ان شاء الله على سي اذاعات اخرين فما شراكه والى شراكه متميزه ومتالقه وهذيك علاش انا اخترنا انه بلوب تكون جوله اف ام وحاولنا اتصال مع فني مع قناه مع اذاعات اخرين ان شاء الله على قريب ان شاء الله على الشيء باش تعملوا ان شاء الله التعاون بين هذيك. انا حبيت هون نعرف معناها الخط المباشر بتاع قناه الموسيقى موزيكانا تي في هو حاليا نشاط معناها كان بث اغاني بالطبيعه كان بث اغاني هو ما فماش ديزيميسيون دي باريتي هي شكرا على هذا الخطوط اللي نحكي لك انا لي بوان اللي جايين قدام معناها نجم نقول لك انا موزيكانا تي في عندها مشاريع باش تكبر انه باش تحتضن باش تعمل تجيب مطربين كذا كذا باش تعمل دي زيميسيون اون ديريكت ما نعرفش باش تعمل ميس ما نعرفش شنو كذا باش تشد المشاهد وكذا
هذا شنو نقصد معناها فهمتني؟ وحبيت نسالك معناها سؤال اخر معناها زوج سؤالات هما فهمتني؟ كان طولت عليك سكر. لا لا خذ راحتك. معناها الكليب بتاعي قاعد يخرج في الموسيقى التي فيه. والحمد لله. والحمد لله. هذيك البيبليسيتي. الحمد لله. الحمد لله. بالنسبة للسؤال بتاع كاتي قناة موسيقى التي فيه هي مش مستعدي موسيقى بركة هي على أساس الخط التحرير بتاعها هي قناة ثقافية فقط معناتها نعطيو سينما نعطيو موزة نعطيو حاجات اختصاص في الثقافة نحكيو على مسرح منحكيوش مش سماع اونترنوم معناتها موسيقى تاعتي كاغنيين اسم شان اسم شان موسيقى تي في تاعتي كاغنيين في غاية ذلك اما باركونت عندي بروفيشن ليكم توما وللناس الكل اللي عملنا مرة فرجة للمشاهدين الموسيقانا اللي عملنا عندنا ماتش تونس غينيا اون ديريكت على الشين تاعنا وكانت فرجة ممتازة وبرشا ناس حبوا قالوا تستمر الفرجة المباريات اللي غاية ذلك عملنا هذيك الصدفة باش تجلب المشاهد التونسي عملنا هذيك باش تجلب المشاهد التونسي ما حبيناش نعطيو ريال مدريد ولا باريس سان جيرمان ولا حاجه كي عملها هذيك باش يجلب الجمهور المشاهد من خلال هذيك المشاهد التونسي يكلمنا قلنا هاو تعطيو في المنشويات كل شيء كمان نلقاوها واحد الكل نتصلوا بتقنية تاع ساتيليت تاع البابا يكلموها كل فوا واحد هالكلام يعني حبيت تفرج في الشيء تاع تفرج هذيك عجبو ما صدقوش مشى الحانوت عجبو الانسان والى غير ذلك معناتها بالنسبه للخط يهزا تبث على 52 دوغري است معناتها بعيدة بين أسخا وتركيا إلى غير ذلك هذيك بعيدة على 52 دوغري است كيفاش كبتوها في تونس لأسماء الصحة بعد الأسماء بارابول فيكس الأسماء بارابول فيكس بين 60 و 90 سنتيمتر كبر الساعة كبر القصة بين 60 و 90 سنتيمتر وان شاء الله اكيد وليد ان شاء الله اونتريس اون كونتاكت وان شاء الله تفرج الشيء نتاعنا الى غير وهذا يسعد لينا احنا معناتها كدشر اللي تعاون بين الاحزاب وان بلوس فما ناس يتسائلوا علاش الموسيقانا مش على النساء النساء تتكلف اكثر وغالية اكثر فهمني بما انه اختارنا الاحزاب هو او بالملوءة هو سنة معكم تجربة لكن هي بتكون أخص واحدة من الإنسان هذاك هو اللي عملناه بعثنا شوي من الإنسان كثير من تونس وفي دي أحزاب هذيك فما بقى من قنوات جزائرية نذكر من بينهم دي تي في برشا قنوات أخرى وايضا كرتون نتورك وكما قلت قبيله على القنوات اللبنانيه هذوك الى غير ذلك وان شاء الله من ميسيكانا تي في باش تكون من ثمن الشركه اللبنانيه الى غير ذلك بالنسبه للبرامج ان شاء الله بصدد تحضير البرامج قاعد صور في برامج وحدي بعد كما يشوفوا المشاهد بعد بالكاميرا نعمل مونتاج نعمل كل شيء بعد كل شيء والبث عنا احنا قداش المرة في تي ودي جاو ربي ما سهلش ان شاء الله مرة شيء ان شاء الله مرة شيء شو اسمها باش نقرا لكم سماح الميكروفون بالله سامحني انا حبيت انا ما عادش نقترح بويسك المشاهد التونسي ولا اللي موجود في تونس ولا نتصور حتى اللي في الموجودين في المغرب العربي تلقى برك احساسات هذا يمكن سعيد ياسر باش يجبدوه ولا يلقاوه كذا موجود ما نعرفش الامور التقنيه وانت تعرف اكثر مني انا وكيفاش تصعد حط ولا بوزيسيون دونك ما تدخلش الموضوع هذا مي انا كنت نجم نقترح انه كيما هكا نعرف اللي برشا فما قنوات
يجبوا ياخذوا ان تايمينغ، مثلا تاخذ قناة في النيسان تاخذ البث نتاعها ساعة ولا ساعة ونص، البث نتاعكم انتم موزيكانا وترجع القناة نتاعكم مشاركة. كيف عملنا انت جورة فين؟ ما نعرفش انا، فما قناة تونسية جديدة اللي هي اسمها الجذور والمتخصصة في 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 الأعشاب الطفيلية، أعشاب مش الدوائر بالأعشاب وكذا، المدير نتاعها المدير التنفيذي نتاعها شكرا سي محمد غدار، ظهر لي ماخذ البث مع قناة أخرى في وقت معين على القمر معناها، ومن بعد ترجع للقناة باش تعرف معناها. هذه حاجة، ثاني حاجة موزيكانا تي في باش تعرف لازم تلقى نسبة تاع أودينس، الأودينس هذيا ما تشد المشاهد إلا ما تعمل له حاجة فقرة كبيرة باش يتبع، باسك راك شوف خضم القنوات الكل معناها ذراعك يعلف. فهمت؟ وشكرا سي كمال. الحكاية كيما هذيا تفرحني، حاجة زايدة لتونس، حاجة زايدة لفنانين تونس، حاجة زايدة لتراث تونس، حاجة زايدة لتونس. أنا نتمنى كل التوفيق وبالتشجيع إن شاء الله، وأترافير معناتها واحد يقول واحد. أنا جوست في تراثنا معناها الشراكة عامة هذيا شوية. الموضوع ذوق وشغل. بالضبط، لا معناتها قدرة ربي باش نكونوا حاضرين. حاضرين. هذه بداية مع القناة نتاع قناة زيكانا، هي بداية إن شاء الله تكون تلافز. أنا حسب رأيي الفكرة اللي قلتها له أنا في حاول مثلا شراكة ما بين موزيكانا تي في وقناة أخرى تونسية. تونسية، أي. وإلا حتى مش تونسية، المهم تبث على النيسات، مش لازم كاليبر كبير اللي يحب باش يخلي خاطرين مساحه زمنيه في على القمر. اي فهمني؟ تبث فيها موزيكانا تي في الفاريتي نتاعها وكذا كذا، حتى ساعه في النهار. حتى ساعه. مشاهدي راه. تونسي فهم التونسي اللي نقول لك انا في العالم العربي توا راهي تونس هي الرائده في مجال الفن. لكن تبقينا احنا قاعدين نخدموا في اللوكال. هنا لو كان جينا نسوقوا لبرا راك شوف تونس راهي اقوى من لبنان. لا كوميرسياليزاسيون ما عندناش. ما عندناش تقاليدنا الصناعه بالضبط الصناعه. يقول قايل خونا وليد علاش ما يتبرمهش نوندافير يا اخي منين؟ بصراحه نكونوا واضحين فهمني. احنا الصناعه نتاعنا في حاجه ماتريال ملموسه نجم. نصبوا فلوس في الكورة، نصبوا فلوس في حاجة كذا صحيح. نقولوا في الثقافة لا بالضبط. وهذاك علاش بالرغم من اللي التونسي راهو باللي يهبط من كرشمه وعنده في مخه ثقافة بالله راهي ما نعرفش ممكن تسمح روحي أنا مش نتكلم ممكن غير على التونسي غير على بلادي غير على وكحدي راني لو كان الله غالب لو كان جات فما إمكانيات نقول قايل نهز الفنان التونسي نهزه فهمني ما نخليهش يمشي لمصر باش يعرف بروحه فهمني يخرج من تونس ما يقوليش اللغه التونسيه صعيبه برشا علينا رانا ما نجموهاش. ما نقتصروش كان في الفن برشا راهو نقتصر حتى في الارتيزانا في شتى الرياضيين في الارتيزانا في الارتيزانا تصور انت يفكون القفص نتاعنا قال لك حق القفص نتاع الشنوه نتاعنا نتاعهم هما فهمني ولا يفكون بالخمسه الخمسه كيف يحبوا يفكوها وهي نتاعنا. ايوا معناتها هذا يا خويا نحاولوا بترتيب معناتها اترافير ليزاكسيون هذوما باش نعرفوا بتونس ونعرفوا سواء بالفنان التونسي ولا بالمصدر التونسي ولا بالحرفي التونسي. علاش يجيو لنا من فرنسا يجيو لنا يصوروا المدينه ويصوروا الحرفيين في المدينه وكيفاش يخدموا ويعديوها في التلاهز نتاعهم. علاش ما نخدموهاش احنا نسوقوها لهم. باه جوست للتذكير فقط تحب تقول للصحفيين والاعلاميين ان قناه موزيكانا باش تغط شان موسيكا وباش احنا سادة عمرنا بتوع سادة اتسالى في الهيكل باش نحكيو على هذا الموضوع. عندهم التزامات خاصة وعندهم ريونيون ان شاء الله مع الجاية وحبيت نقول انه كل قناة تونسية اللي في النايسات اللي مثلا الفنانين اللي باش يتعطيو في
في البرامج اللي كان صدي اسمها ولا حاجة يقولوا أنتر نو معناتها فماش. السلام عليكم. كما قلت على خاطر سمعت حسب ما سمعت انه هناك اعلامي يقول قناه موسيقى فماش قناه روسيه خاصه بالموسيقى فهمتني؟ على هذاك علاش باش نعملوا كونفرنس دو بريس اللي باش نعملوا اللي فما قناه روسيه تاع الموسيقى لكن تبث قمر اخر مش عن النساء وعن الذكر نحطوا عن النساء توا الناس الكل يقولوا اي اوكي هاكا موجود الى غير ذلك فما برشا ناس يقولوا علاش ما كملش شارع النساء على غدا تكاليف برشا وكل شيء معناتها تكاليف برشا الى غير ذلك الحمد لله معناتها ان شاء الله هذه بدايه مسير مسير ان شاء الله عن قريب البرامج عن قريب برامج اخرى ومتنوعه ان شاء الله على قناه ميوزيكانا وهذا شرف لي وللمشاهد التونسي والعربي اللي خاطر يتفرج في الكونفرنس دو بريس هذي تنقل على ميوزيكانا وعلى قنوات اخرى على هذه الندوه الصحفيه. تفضل سيدي. انا توا على حسب ما نشوف فما لي ريزو سوسيو هما اللي توا خارجين برشا. بس. معناها اي معلومه اي حاجه تلقاها في العالم اجمع خارجه على لي ريزو سوسيو كما مثلا فيسبوك سوا ديزون. انا اون باج كيما الموزيكال تي في دوات اتر سبونسوريزي وتهبط مثلا الكليبات نتاعها والفاريتي نتاعها سبونسوريزي ستادير معناها انا قاعد في انا في تونس لا شين موزيكال تي في اللي هي في الامارات شكرا في الامارات نشوف الجديد نتاعها ديريكت هو انا قاعد في دار من غير حتى مش بالضروره نحل تلبسه نقعد نشرشي عليها في تلبسه فهمني نجم اكون انا في كرهبتي في التران في مترو وبيا في الشارع نحل فيسبوك توصل لي اي انديكاسيون اي حاجه جديد كامل في الموزيكال تي في اكس عمل اغنيه جديده نهبط له سبونسوريزي نشوفها فلان عمل باش تعمل فاريتي وبيش عندي برنامج جديد باش يخرجوا سكوب باش يخرجوا نيو باش يخرجوا فهمتني تعبط لي انديكاسيون من موزيكالا تي في فهمتني؟ هذه فكره جديده لا سبونسوريزاسيون تاع ريزو سوسيو عندها قيمه كبيره وسورتو انه موزيكالا تي في لا باج تاع الفيسبوك كي تعملها سبونسوريزي وتولي فاهم العاش دي ملي دي فان اللي يرواها اي انديكاسيون في لحظه اللي هو يرواها دي ملي دي فان دي فيو عندها قيمه كبيره وبطبيعته كيف يقولوها المتسفه مردوده هكا هكا ولا انا نهبط التصويره ولا نهبط الفيديو والنومبر دو فيو قداش ترجع لي بعد فلوس من اليوتيوب والجوجل هكا ولا هاي فكره بالفلوس هذه يصير الفنانين يبدا عنده كليب مازال كيخرج يهبط ديريكت روح انا بيلي نبدا نستنى انا نكون فان نتاع وليد فكس في اللي سمعت في الكليب نتاعه هبط نعرف اوتوماتيكمون باش يعمل تيتيليزيون لا وانا قلت لك انا بطبيعته هو النوبر دو فيو اللي ماشي الموزيكانا قداش عمل يا رجال من الفلوس مقابل جوجل من اللي اسمه هاي فكره فلوس هذه صحيح لا كلها فلوس عاش دراسه كمان عاش بعثوا فاتوره على كل حال نحب نشكركم كونفرنس دو بريس عطيت بها المشاهد هذاك حتى تتابع فينا توا عبر القنوات قناة موسيقى وقنوات أخرين تحية لكم وتحية سي فؤاد كلمة الأخيرة سي فؤاد سيدي سي فؤاد ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله هذه البدايه ان شاء الله المره الجايه تكون خير واحسن وهذاك الطموح بتاع التونسي ان شاء الله نوروا تونس وشرفوا تونس وان شاء الله ربي يوفقنا جميعا ان شاء الله ان شاء الله شكرا لك شكرا لك سي وليد شكرا لكم شكرا للناس الكل ومرحبا بكم عاشت